ليه سالي في اللالا لاند النهارده؟ في امل، في امل دايما في الحياه والله. في ناس كويسه بجد، بس انت تدوري هتتعبي عشان تلاقيهم، بس هتلاقي فلان. الله يا سالي، انا الله. دايما بؤمن بالامل الحلو. انا شخصيا اقول لكم، انا عن نفسي ما بحبش الراجل يدخل المطبخ لانه الثمن غالي قوي. بالعكس، انا بعد ما بيدخل المطبخ الله يرحمه، بعد ما كان بيدخل المطبخ كنت بدخل ما الاقيش كوبايه ولا معلقه نظيفه. لا لا لا، يعني ايوه والله، يعني أيوة هو ناس. قرر يطبخ فتلاقي ليه كل الحله اللي اتوسخت؟ ليه هو انت بتعمل صنف واحد؟ ليه كل الاطباق انت بتعمل ايه بالاطباق اثناء الطبيخ؟ بيعمل ايه بتعمل ايه بالمعالق كلها؟ بجد معاناه طبعا، لان هو بيطبخ بس، لكن ما بيفكرش في الجانب بتاع التنظيف، وان انا انضف اول باول. بتنضف، وفي رجاله بتعتني بالبيبي وبتغير للبيبي وهو صغير، انا بشوفه كيوت قوي الراجل بجد، بشوفه كيوت قوي، بيبقى شايل ابنه وبيغير له وبيروح يودي التاني الحضانه ويجيب التاني من التمرين ويقعد في وسط الشغل طول اليوم، يقعد يدلع في اولاده ويدلع في مراته. ليه لا؟ موجود بجد. انا شفت الحاجات احنا دي. عندنا بيج اسمها ثلاث ستات، اي راجل من اللي بتحكي عليه يدخلوا يدخلوا يصور نفسه ويصور نفسه وهو في المطبخ، يصور نفسه وهو بيغير لاولاده ويصور نفسه. اكتبوا اساميكم واحنا ان شاء الله هنجيبكم معانا، هنديكم جوائز، هنديكم جوائز. مش قصدي، مش قصدي، بس انا بشوف ان النكد ده حاجه مؤسفه جدا لايا كانت الطرفين. يعني لو الراجل نكدي او الست نكديه حاجه هتهد البيت، لو هي طبع فعلا نشوف اسبابها ايه ونحلها عشان الدنيا تمشي. لو انا شخصيا بتكلم عن نفسي، لو طلع حظي في شخص نكدي انا فعلا مش هقدر ارتبط بيه او اعيش معاه، ان انا بالنسبه لي مش هنقعد نقف على كل مشكله صغيره ونكبر ونضخم ونقعد في الخناقه اربع خمس ايام. لا، مفيش خلق ولا في وقت ولا صحه لده يا باشا. صح. يعني الخناقه الكبيره هي اللي تاخد وقتها. الحكايه ان كل واحد فاكر نفسه بيعمل رد فعل، يعني ايه؟ كل واحد يقول لك ما هو انت اللي ابتديتي، وهي تقول له ما هو انت اللي ابتديت. كل واحد رايه انه ده اللي انا بعمله ده رد فعل اللي الطرف الثاني بيعمل. يعني مره نفوت رد فعل فالحلقه هتتفتح مش هتبقى مقفوله. فلو الدايره اتفتحت واحد بس يبتدي انه ما يعملش رد فعل، لانه ممكن يبقى فاهم غلط اصلا. على اساس الموضوع هنعرف مين السبب في والحياه بقت فيها تعب وظروف كتير جدا. خلينا نعدي لبعض ونسامح وناخد الموضوع تفسيره لينا بشكل ايجابي اكتر من اننا ناخده بشكل سلبي، عشان خاطر انت ما تقعدش تقول اصل هي نكديه، اصل هي قلبالي بوزها ومرخمه عليا، وهي تقول ده نكدي قوي وتقول